هل يتسبب الصراع المسلح في الفاشر في مأساة نزوح جديدة؟ نقطة حوار بعد قليل. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إنه يشعر بالفزع مع تصاعد العنف بالقرب من مدينة الفاشر السودانية، ويحذر أن القتال سيكون له أثر كارثي على المدنيين. الأثر الكارثي بدأ بالفعل، إذ تتحدث أطباء بلا حدود عن ارتفاع حصيلة القتلى منذ بداية القتال في المدينة ما بين الجيش والدعم السريع إلى 134 شخصاً، بالإضافة إلى عشرات المصابين والآلاف من المشردين الذين يواجهون وضعاً إنسانياً صعباً بلا ماء ولا كهرباء ولا رعاية صحية كافية. الفاشر لمن لا يعلم مركز إنساني كبير في إقليم دارفور، تستضيف عددا كبيرا من النازحين من القتال الدائري في السودان، وهي مقصد رئيسي لعمليات توزيع الإغاثة والمساعدات. فليتسبب الصراع المسلح فيها في مأساة نزوح جديدة. هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442030752989 على bbcarabic.com، صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة اكس @mabdulhamidbbc. أريد أن أبدأ معكم بإطلالة سريعة على بعض المشاركات التي جاءت لفريق البرنامج عبر وسائط متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي. أبدأ تحديدا بما أرسله لنا حسام تحديدا على منصة اكس، وهو يرد على سؤال الحلقة حول إصرار قوات الدعم السريع على السيطرة على مدينة الفاشر. حسام يقول: الدعم السريع خلق فعلا أزمة نزوح داخل الفاشر وخارجها، وسيتواصل النزوح مع استمرار المعارك ومع حصار المدينة. أما جابر ففضل أن يتواصل مع فريق البرنامج على فيسبوك، وهو يخشى من سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع، لأن المدينة هي الحلقة الأخيرة من دارفور الكبرى كما يقول. ويضيف هنا: إذا تم الاستيلاء عليها، على الفاشر يعني، سيكتمل انفصال الجزء الثاني من السودان، وبعدها ستقسم البلاد لخمس دويلات متشاكسة مع بعضها. هكذا يرى جابر. اليوم سنحاول أن نركز كثيرا على الوضع الإنساني، كيف تبدو الصورة تحديدا في الفاشر. سنستمع للكثير من الإفادات من داخل الفاشر، لكن أيضا ممن غادرها للتو، بعض الأصوات من هناك، وسنتحدث عن جهود الإغاثة وعمليات الإغاثة الإنسانية وأوضاع النازحين على وجه التحديد. أريد بداية أن أرحب بمجموعة من متابعينا على تقنية زوم. بداية معمر، آدم، سعدية، أيمن ومصعب، أهلا وسهلا بحضراتكم. وأبدأ مع معمر على وجه التحديد، هو يتحدث إلي من الفاشر الآن. معمر إبراهيم هو صحفي سوداني موجود في الفاشر. معمر أهلا بك، أريد أن أعرف ما هي الصورة في الفاشر الآن على وجه التحديد، ما أبرز ما ترصده، خاصة أن لدينا أنباء عن احتداد لرتم القتال الموجود هناك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة المميزة من قناة BBC، وبداية الرحمة والمغفرة لشهداء هذه الحرب من المدنيين والعسكريين الذين راحوا ضحية هذه الحرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الاستقرار لبلادنا، وأن يعود الأمن على كافة ربيع الوطن الحبيب، ونتمنى أن يعم السلام في ربوع بلادنا وتنتهي هذه الحرب بإذن الله. بداية، إن الأحداث في مدينة الفاشر وخاصة تطورات الأوضاع الإنسانية تتفاقم كل يوم بعد يوم، وتزداد معاناة الناس خاصة النازحين من كافة مناطق إقليم دارفور الذين نزحوا إلى هذه المنطقة التي كانت تعد ملاذ آمن للكثيرين أو لجل أهل دارفور في هذه المنطقة بالتحديد. إن مدينة الفاشر التي تشهد
منذ حوالي شهر اندلاع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وأيضا قوات الحركات المسلحة التي تساند الجيش والقوى المسانده لها ايضا بجهته في هذه احتدام سلسله احتدام هذه المعارك خلفت ضحايا مدنيين بسبب الاشتباكات الداميه ليل على نهار، وان الوضع الانساني بات مزري في مدينه الفاشر حاضره في اقليم دارفور التي عندما تعد تقول عنيفه الوضع من الإنساني مزري يا معمر، أريد أن تخبرني بتفاصيل أكثر، يعني ما الإشارات التي توحي فعلا وتثبت أن هذا الوضع وصل إلى حد كونه مزري؟ أطباء بلا حدود تقول لا مكان آمن في الفاشر، أعطيني أمثلة أرجوك، لماذا الوضع الإنساني وصل إلى هذا الحد؟ بسبب الحصار المفروض أستاذ محمد على مدينة الفاشر منذ حوالي الشهر وأكثر. يعني قوات الدعم السريع فرضت حصارا على المدينة من مناطق أو من اتجاهات عدة، منع الدخول حتى المساعدات الإنسانية التي كانت تصل إلى المدنيين خاصة النازحون الذين فروا من بقية المناطق في إقليم دارفور، وخاصة أيضا مناطق يعني تجمعات أو محليات ولاية شمال دارفور أيضا سقطت في أيدي الدعم السريع، وتم تهجير سكانها بصورة قسرية مما اضطرهم إلى الوصول إلى مدينة الفاشر. وبسبب وجود هؤلاء السكان بكثافة كبيرة أكثر من 800,000 مدني في الفاشر اليوم، يعني بسبب توقف المساعدات الإنسانية التي كانت تصل إلى النازحين في مراكز الإيواء في المدارس وفي المعسكرات النزوح، فإن انقطاع المواد الإغاثية التي كانت تصلهم وانقطاع دخول الأدوية والمحاليل الوريدية والأطفال الذين كانوا يعني يعانون من سوء التغذية أيضا كانت تصلهم يعني مواد غذائية وفيتامينات معينة لاستقوائهم على ذلك الظرف الإنساني الصعب. إلا أن كل هذه الجهود الإنسانية توقفت عن المدينة، وهذا بالضبط عندما نتحدث عن وضع مدري، وأن أيضا المستشفيات التي تعرضت للقصف يعني خرجت عن الخدمة، خاصة مثلا المستشفى بابكر نهار وهو المستشفى الوحيد الذي كان يعني يتعالج فيه الأطفال الصغار السن والأطفال الربع، وأن المستشفى الأطفال الرئيسي هو محتل تماما من قبل الدعم السريع في الناحية الشرقية للمدينة. حتى هذا المركز يعني الذي تحول في فترة بعد الحرب إلى في فترة هذه الحرب إلى منطقة يتم يتعالج فيها الناس، تم قصف هذه المركز أو المشفى وتحول. وبالتالي ما أفهمه منك أستاذ معمر أن لدينا صعوبة شديدة جدا في إدخال المساعدات، هناك معاناة على أصعدة عدة، يعني لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء، وأيضا لا رعاية صحية كما أفهم منك. ربما أعود إلى حضرتك وكذلك سنستمع لشهادات كثيرة، لكن أريد أيضا أن أرحب بضيفي من مدينة بورت سودان عبر خدمة سكايب، الأستاذ محمد جمال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك، أريد أن أعرف آخر المعلومات التي يملكها برنامج الغذاء العالمي عن الأوضاع في الفاشر على وجه التحديد إذا كانت متوفرة. أستاذ محمد تسمعني؟ أستاذ محمد؟ طيب، واضح أنه في مشكلة في الاتصال، حتى أعلم تحديدا معلومات عن الوضع الغذائي بشكل أساسي، لكن أيضا الوضع الإنساني والصحي كذلك، إلى حين عودة الأستاذ محمد جمال إلي مرة أخرى. أذهب إلى آدم. آدم هو سوداني لكن أصله من دارفور أيضا، ويتواجد معي الآن عبر تقنية زوم. أستاذ آدم أهلا وسهلا، أنت على تواصل دائم مع
الكثيرين في دارفور، متواجد الآن خارج السودان كما أفهم، لكن أنت أيضا مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور. أريد أن أعرف آخر المعلومات الموجودة لديك عما يحدث في الفاشر. شكرا جزيلا أستاذي العزيز، وشكرا لضيوفك. آخر المعلومات لدينا الآن من الفاشر، لحد الصباح هنالك تساقط للدانات في الاتجاه الشرقي لمدينة الفاشر، وما زالت المدينة الآن تحوي أكثر من 56 مركز إيواء داخل المدينة. عدد النازحين الموجودين في المدينة يقدر حوالي معظم سكان المدينة 3 مليون، وعدد النازحين قرابة 1,500,000. الوضع مؤلم جدا. إلى الآن هنالك نقص، أو بالتحديد هنالك شح بشكل كامل في المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة وحليب الأطفال وغيرها. هذا كله نتيجة للحرب التي بدأت في مدينة الفاشر. اليوم لديها أكثر من شهر، بدأت بصورة أكثر ضراوة منذ أبريل، وحتى الآن نحن في نهاية مايو. الوضع مؤلم جدا. خروج معظم المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة خارج المدينة، قوات الدعم السريع محاصرة المدينة من كل الجوانب، كذلك القوات المسلحة السودانية استهدفت عدد كبير من المواقع من ضمنها محطات الكهرباء الرئيسية للمدينة، واستهداف كذلك مركز أحمد بابكر نهار بواسطة طيران من قبل الجيش، وهذا كله خلق كارثة إنسانية. إضافة لذلك، تواجد المقاتلين من جميع الأطراف، الحركات المسلحة والجيش، هم في داخل المدينة ويتقاتلون والمدنيين موجودين، الدعم السريع من خارج المدينة ويتم قصف المدينة بالصواريخ. هذا كله وضع إنساني مؤلم جدا. الآن الفاشر يعني تحولت بشكل كبير، نقدر نقول بناء على القانون الدولي الإنساني، ما يجري في الفاشر بصورة منظمة هو إبادة جماعية من جميع الأطراف بس يتحملون نحن نتحدث المسؤولية. عن الجيش مدينة كانت هي في حد ذاتها مقصد للنازحين الذين يحاولون أن يجدوا ملاذ آمن فيها. الآن بعد أن تحولت المدينة نفسها إلى بقعة أو بؤرة ساخنة يا أستاذ آدم، أين يتوجه هؤلاء؟ أين يعيشون على وجه التحديد؟ وفقا للمعلومات لدينا الآن، معظم المواطنين موجودين في المدارس وفي بعض المؤسسات الحكومية، والبعض منهم خرج إلى خارج المدينة، ذهب إلى طويلة، مناطق سيطرة حركة عبد الواحد، والبعض منهم توجه إلى جبل مرة، والبعض الآخر توجه إلى المدن خارج الولاية، منها مدينة كتم التي تم استهدافها بالطيران ليلة البارحة. تم تدمير المستشفى بشكل كامل، مستشفى كتم الذي يعتمد عليه أكثر من 2 مليون مواطن من المحليات الموجودة خارج المدينة. بعض المواطنين كذلك توجه إلى محلية كبكابية التي تم استهدافها من قبل الطيران. المواطنين عندما يريدون الخروج من المدينة يتم نهبهم بواسطة قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية عليها، والمواطنين التبقوا في المدينة يتم حصارهم بشكل دائم، وكذلك الحركات المسلحة كذلك لديها تجاوزات، والجيش كلهم لديهم تجاوزات ضد المواطنين. طيب الآن أنا إذا لم سأعود يتدخل إلى حضرتك للحديث عن أوضاع المواطنين على وجه التحديد. إذا كان الوضع بهذه الصورة وهناك هذا الكم من التجاوزات، كيف يعيش النازحون إذن تحت أو وسط ظروف الحرب المباشرة وما يتم الإبلاغ عنه من نقص في الماء والكهرباء والرعاية الصحية الكافية؟ لكن أريد أن أحاول مرة أخرى التواصل مع ضيفي من مدينة بورت سودان عبر سكايب، الأستاذ محمد جمال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان. سيد محمد، أهلا وسهلا بحضرتك، أتمنى أن تكون تسمعني الآن بشكل جيد، وكنت أسأل حضرتك عن آخر المعلومات التي يملكها برنامج الغذاء العالمي عن الفاشر على وجه التحديد. ما الصورة؟ الصورة كما ذكر ضيفك قبل قليل كارثية، وكان البرنامج قد حذر في وقت سابق من خطورة الحصار المضروب على الفاشر، خصوصا أنه الفاشر هي مدينة مركزية، وكانت حتى ما قبل الحرب تأوي كمية كبيرة جدا
من النازحين من المناطق الأخرى في دارفور. بالإضافة لذلك، أهمية الفاشر تكمن في كونها هي مدينة يمر عبرها الكثير من القوافل الإنسانية، بالإضافة لأنه البرنامج كان عنده الكثير من الإعانات اللي هي كانت محبوسة في الفاشر بسبب القتال. حاليا البرنامج قدر يحرك القليل من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية عبر معبر تينا، وبيأمل إنه التصعيد للأعمال أعمال العنف يتوقف، على أساس إنه نقدر نصل للأشخاص المحتاجين في الفاشر وفي المدن أو القرى حوالي الفاشر. هل ما زلتم الآن قادرين على إيصال أي نوع من المساعدات للفاشر يا أستاذ محمد؟ هل هناك سهولة في ذلك؟ لأنه كنتم تتحدثوا عن أنه هناك مساعدات تصل إلى في عموم السودان لأكثر من 2.5 مليون شخص، لكن مع هذا التصعيد الأمني لا أعلم إذا كان هذا وارد الآن أو قابل للتحقيق. غير وارد بالتأكيد مع التصعيد المستمر في أعمال العنف من جميع الأطراف المتحاربة، يستحيل تحريك القوافل عبر خطوط القتال، وهي دي النقطة الأساسية اللي البرنامج ظل يتحدث عنها في الإعلام وفي مع الدول الخارجية ذات التأثير، لتوفير طرق وصول آمن للمساعدات الإنسانية عبر خطوط القتال وأيضا عبر الحدود من تشاد. وحاليا اتوفر طريق آمن عبر مدينة تينا التشادية، وحيوصل بها البرنامج إعانات لما يفوق 100,000 شخص في حوالي 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، آملين إن تحاول تخفف الوضع الإنساني الكارثي. بس ولكن هل لدينا للأسف أصلا معلومات عن أعداد النازحين يا أستاذ محمد، بما أنهم واضح يغيروا أماكنهم بشكل مستمر تبعا لحدة القتال وأماكن تواجده؟ هل لدينا أرقام عن أعداد النازحين؟ أين يتواجدون على وجه التحديد؟ أين هي الأماكن الآمنة وغير الآمنة مثلا؟ الحقيقة حاليا يعني الإقليم الغربي بجله هو إقليم ذات محدودية للوصول بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي والعاملين في المجالات الإنسانية، وده بيؤدي لصعوبة كبيرة في إنه يتم تحديد الحوجات الإنسانية بصورة دقيقة، بالذات مع تصاعد القتال وحركة النازحين المستمر، لأنه امتداد القتال لمناطق مختلفة في أوقات يعني مفاجئة بصعب تحديد أماكن النازحين، بالإضافة لذلك بصعب أي أيضا من إمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية في هذه المناطق. ولكن ما نحتاجه حاليا هو هدنة إنسانية وإيقاف دائم للقتال، على الأقل علشان العاملين في المجال الإنساني يقدروا يلحقوا بالوضع الإنساني الكارثي أو المتدهور بصورة مستمرة مع استمرار القتال. أنا أريد أن أسمع ضيفتي التالية على زوم، أستاذة سعدية الرشيد، هي مؤسسة مبادرة انقذوا الجنينة، لكنها الآن تعمل بشكل مباشر مع نازحي دارفور بشكل عام، لكن مع نازحي الفاشر أيضا بشكل خاص. أستاذة سعدية أهلا وسهلا بحضرتك، آخر المعلومات القادمة من الفاشر وما تحاول أن تقدموه لأهلها كذلك. طيب، السلام عليكم. شكرا وعليكم على السلام، الاستضافة. أهلا وسهلا. بالضبط زي ما تحدثوا المتحدثين اللي قبلي عن الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي في الفاشر، إحنا مبادرة أنقذ الجنينة اشتغلنا قبل عدة أشهر. اشتغلنا كان في معسكر نيفاشا. معسكر نيفاشا حاليا للأسف تعرض للقصف، ويعني حتى النازحين الموجودين فيه يعني وأوضاعهم صعبة جدا. فالمساعدات الإنسانية اللي كنا بنقدر نقسمها وندخلها داخل المعسكر توقفت تماما. يعني الدعومات اللي احنا جمعناها على أساس إنه نوديها في شكل مواد تموينية ما قدرنا نوصلها بسبب الوضع الأمني الصعب جدا. الأسواق بتغلق خاصة في وقت القصف، فما بنقدر نشتغل فيها.
عندنا كمان حملة في معسكر كساب، برضو للأسف الوضع الإنساني فيها صعب. يعني عموما المنطقة كانت فيها معسكرات كثيرة، المعسكرات دي موجودة من عام 2003، معسكرات قديمة يعني فيها أعداد كبيرة جدا من النازحين، وكانوا بيقصدوها النازحين لما كانوا بينزحوا من الأماكن اللي فيها الحرب. حاليا حسب ما توافد لعلمي إنه في نازحين طلعوا من الفاشر وصلوا الجنينة، وبعضهم كمان حوالي 500 نازح وصلوا إلى أدري تشاد. إحنا عندنا المبادرة بتاعتنا شغالة في أدري تشاد، ومعنى الكلام ده إنه بالإضافة للوضع الأصلا صعب يعني منذ حصول المجزرة اللي حصلت في الجنينة وتكدس النازحين. يعني عندنا مثلا معسكر الملك في أدر يتشاد فيه حوالي 60,000 أسرة، 60,000 ديل إضافة عليهم حيجوا تاني نازحين من الفاشل، أو حاليا زي ما قلنا توافدوا، فالأوضاع تزداد صعوبة وليس لديهم حل آخر. يعني أغلبهم فر من جحيم الحرب إلى جحيم المعسكرات، يعني هم موجودين في معسكرات وفروا إلى معسكرات ثانية بسبب الحرب. ده بيضع ضغط عبء إضافي في توصيل المساعدات، في توزيع المساعدات، حتى إنه جمع التبرعات أصبح يعني شبه صعب، بسبب إنه أنت بتحاول تغطي فجوة كبيرة جدا جدا، منظمات دولية، منظمات كبيرة ما بتقدر تغطيها، أو للأسف توقفت عن تغطيتها بسبب الأوضاع الأمنية. العاملين الحاليين المتواجدين هم سكان المنطقة نفسهم، هم من سكان المنطقة. بنشتغل مع منظمات زي منظمة الدي في اس عشان توصل المساعدات للنازحين المتواجدين هناك، بيعملوا أقصى جهدهم. عندنا برضو زي غرف الطوارئ، غرفة طوارئ الفاشر بتحاول إنها برضو تشتغل، بس الوضع صعب يعني بس أكثر إذا مما كان تتخيل. هناك ندرة شديدة في المواد التي تصل لهؤلاء النازحين، خليني أسأل عن البدائل. إذا أعود بهذا السؤال لمعمر مرة أخرى، بما أنه الوحيد المتواجد من الفاشر نفسها، إذا كان وصول المساعدات بهذه الصعوبة كما تقول لي أستاذة سعدية، ما البدائل التي يحصل عليها النازحين؟ يعني كيف يعيشوا يومهم، سواء إذا كان ما يتعلق بالمأكل أو المشرب أو الرعاية الصحية؟ معمر، بسبب الوضع الحالي، بسبب الحصار المفروض والقذائف التي تسقط على منازل المدنيين ومعسكرات النزوح، وحتى يعني سقوط المحظوظات على مراكز الإيواء، برضو هذه كلها ساهمت في إنه يعني هؤلاء النازحين يخرجوا عن مناطقهم التي يعني يتواجدون فيها أو مراكزهم. بسبب هذا الأمر يعني جعلوا بعضهم يعني يعمل في الأسواق التي تعمل بنصف طاقتها، يعني وبرضه في المنازل على قدر الإمكان، بعض الأعمال الخامسية أيضا، ممارسات يومية يقومون بها من أجل أن يوفروا لقمة العيش لذويهم ولأطفالهم. وهذا بالضبط يعني وضع صعب، يعني لو وصفناه إنه إحنا برضه هنكون قصرنا في وصفه، لأنه يعني ظروف الناس بقت صعبة جدا، ومعظم هؤلاء المدنيين هنا أو النازحون الذين وصلوا في الفاشر طيلة هذه الفترة هم مزارعون في الأصل، لأنهم كانوا معتمدون بشكل مباشر على الحبوب التي يتم إنتاجها بواسطة عمليات الزراعة التقليدية في موسم الخريف. يعني سأتصور في الظروف المشابهة حتى هذه المواد نظرا لقلتها مقارنة بالأعداد بتصبح أثمانها غالية جدا، وبالتالي هل يستطيع المواطن أن يحصل عليها خصوصا إذا كان نازح؟ نعم، الأمر والله صعب جدا، يعني بعضهم ممكن يكون يأكل وجبة واحدة في اليوم، أو لا قد يكون لا يأكل ذات، يعني لكن بسبب إنه في تكافل اجتماعي من المواطنين أنفسهم، وأهل الفاشر هم يعني معروفين بشهامتهم وأصلهم كسودانيين، يعني لديهم تكاتف جماعي، حتى هنالك مصادق جماعية بيتم جمع تبرعات في بعض الأحياء، يتم عمل هذا الطبيخ أو المواد الغذائية، يتم عمل الغذاء
توزيعه على مراكز الإيواء وعلى المواطنين الذين بس هو نزحوا قليل إلى جدا كما افهم المناطق. من حديث حضرتك وافهم من حديثكم جميعا، وهذا ربما يقودني لتحذير اخر اطلقه برنامج الغذاء العالمي يا استاذ محمد. حذرته من ان احتماليه تجنب او فرص تجنب المجاعه في السودان تضيق جدا مع اقتراب فصل الخريف على وجه التحديد. اخبرني تفاصيل اكثر، وما الذي نحتاجه كي نتجنب المجاعه؟ هل مازال تجنبها ممكنا؟ الحقيقة الفرصة بتضيق أكثر مع اقتراب موسم الأمطار، لأنه في الموسم ده الحركة تكاد تكون مستحيلة بين المناطق المتضررة من انعدام الأمن الغذائي أو الجوع. فإذا ما البرنامج قدر أو حتى العاملين في المجال الإنساني قدروا يتحركوا بقوافل إنسانية للمناطق الساخنة واللي هي على بعد خطوة واحدة من المجاعة، علشان يقدر يوفروا غذاء يقدر يغطي الفترة بتاعة انعدام الوصول دي، هنكون موعودين بكارثة. فهو خيار يعني لا ثانية له، يا إما البرنامج يقدر يوصل للمناطق اللي هي في التصنيف المرحلي الرابع اللي هو على بعد خطوة واحدة من الوضع الكارثي أو المجاعة في هذا الوقت وقبل موسم الأمطار، يا إما كمان نحن هنكون موعودين بمجاعة مكتملة. فدي صعوبة وخطورة الوضع الحالي، خصوصا انه حتى الموسم الزراعي السابق الانتاجية ما كانت مناسبة او بتساوي الانتاجيات بالنسبة للمتوسط الـ5 سنين السابقة. فاصلا الانتاجية بسيطة والسكان بيواجهوا خطر انعدام الامن الغذائي في حوالي 41 نقطة او منطقة ساخنة، واللي هي بتحتوي على حوالي 2 و100 ألف مليون شخص، بس ده معناه ان 2.1 التعويل مليون شخص. الاساسي على الوصول الى وقف للحرب او الوصول الى تهدئة، ولا هناك طرق اخرى يمكن ان تجنبنا الوصول الى شبح المجاعة هذا؟ لانه واضح ان التسوية السياسية للاسف ليست قريبة، او على الاقل لا اشارات الى الان انها قريبة. الحل الأقرب إنه حتى لو ما توفر يعني إيقاف فوري لهذه الحرب، على الأقل يجب على كل الأطراف المتحاربة إنها توفر مسارات إنسانية آمنة للوصول للأشخاص المتضررين من هذه الحرب. لك أن تتخيل 2 مليون و100 ألف شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، بالإضافة لأنه البرنامج ما قادر يوصل لهذه المناطق المتضررة. في بعض المناطق البرنامج بيقدر يوصل لها، ولكن أغلبها تقع في مناطق اللي هو يستعر فيها القتال. يعني هي كانها فبدون حلقة مفرغة حقيقة يا أستاذ محمد، وأنا ربما سأناقش الشق الإنساني أكثر مع حضرتك لاحقا، لكن أيضا هناك حديث عن الوصول إلى حل سياسي أو تسوية سياسية كما تفضلت وذكرت، ربما هذا يكون السبيل الوحيد لتحسين الوضع الإنساني. هناك مبادرات كثيرة من ضمنها ما يحاول تنسيقية التقدم أن تطرحه الآن، تقدم نفسها على أنها منطقة وسط ما بين الطرفين لربما استعادة المسار المدني كما يقول المتحدث باسم التنسيقية التقدم على وجه التحديد، وهو ينضم إلي الآن من أديس أبابا عبر خدمة زوم السيد مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والمتحدث باسم التنسيقية التقدم. سيد مصباح، أهلا وسهلا بحضرتك. تركيزنا الأساسي اليوم على الشق الإنساني، لكن كما ذكر ضيفي، حتى يتحسن هذا الشق الإنساني نحن بحاجة إلى تسوية سياسية أو تهدئة سياسية على الأقل. أنت الآن تحضر أعمال المؤتمر التأسيسي لتنسيقية التقدم، والمؤتمر يقدم نفسه على أنه يطرح رؤية لوقف الحرب وإنشاء مسار لاستعادة التحرك أو المسار المدني. ما السبيل لذلك؟ هل لديكم خطة واقعية لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك كريم وتحية للمشاهدين وضيوفك الكرام. بالطبع الوضع السوداني أصبح الآن معقد جدا، والوضع الإنساني على وجه الخصوص متأثر تأثرا كبيرا بالوضع السياسي والوضع العسكري الميداني، اللي أثر بصورة مباشرة جدا على الأوضاع الإنسانية وعلى
حقيقة هذه التعقيدات المختلفة التي تواجه العملية الإنسانية هي بسبب عدم وجود حل واضح وعدم وجود إرادة سياسية وعسكرية لمعالجة الأزمة الإنسانية. مؤتمر تقدم الذي ينعقد الآن في أديس أبابا يهدف بصورة أساسية لإزالة هذه العقبات التي تواجه معالجة الأزمة الإنسانية، خاصة فيما يلي: الحرب نفسها يجب أن توقف، ويجب أن ننتقل إلى مسار سياسي ينهي هذه الحرب ويستعيد الوضع في السودان، وضع الاستقرار في السودان، وكذلك أيضا مسار التحول المدني الديمقراطي، وهذا سيمهد الطريق لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في كافة أرجاء السودان، والتي للأسف الشديد تخضع للمزايدات السياسية والأجندة العسكرية للطرفين، والتي أثرت بصورة أساسية على عمل الجهود الإنسانية سواء كان المنظمات الدولية أو المحلية، بس وهو ما كيف يا أستاذ انعكس مصباح، بصورة هل تعرفون كيف يمكن الوصول إلى هذه الغاية؟ لأنه تقريبا الجميع متفق على ضرورة أن نوقف الحرب وضرورة أن نتحول للمسار المدني، لا أحد يجادل إلى ذلك، لكن كل طرف يلقي المسؤولية على الطرف الآخر، ونبدو غير مدركين لخريطة طريق للوصول إلى هذا الهدف. هل لديكم خريطة طريق هذه المرة؟ نعم، هنالك نحن نطرح رؤية واضحة جدا لإنهاء الحرب، ورؤية كذلك أيضا لمعالجة الوضع الإنساني، ونحاول قدر المستطاع أن نوحد الصف الوطني بقدر الإمكان حتى يكون صوت المدني عاليا للضغط على أطراف الحرب للعودة لطاولة التفاوض ومعالجة الوضع الإنساني وكذلك إيقاف الحرب، لأنه إن لم توقف هذه الحرب لا يمكن أن تعالج الأزمة الإنسانية، ولا يمكن أن يحدث استقرار في كافة أنحاء البلاد، خاصة وأن 85% من أنحاء البلاد الآن تشهد توتر أمني، وفيها مشاكل، وفيها معاناة، وفيها نازحين، ولا يكاد تكون هنالك ولاية لا يوجد فيها نازحين أو متأثرة بالحرب، وبالتالي هذا الوضع يجب أن يدفع الأطراف كلها للوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار. نحن نطرح رؤية واضحة نتناقش فيها مع أطراف الحرب، وأيضا نعتقد أن الوضع الحالي يتطلب تحركا عاجلا وسريعا بالعودة لطاولة التفاوض، أولا لإيقاف الحرب ولو مؤقتا لمعالجة الأزمة الإنسانية، ثم من بعد ذلك الانتقال إلى عملية سياسية شاملة تستوعب كل الأطراف الأزمة السودانية بما في طيب، ذلك العسكريين هذا جيد جدا. لإنهاء الحرب. بما انه التركيز اليوم على الشق الانساني، حضرتك ذكرت جمله مهمه، فكره رؤيه معالجه الوضع الانساني. مره اخرى اسالك، ما هي رؤيتكم لمعالجه الوضع الانساني التي يمكن ان تنقذ الفاشر وغيره من مناطق السودان من الوضع الذي نرصده اليوم؟ رؤيتنا تستند على ضرورة التزام الطرفين بما اتفقا عليه في جدة والذي وقع في 11 مايو من العام المنصرم، وأيضا لا بد من أن تكون هنالك مشاركة حقيقية للقوى المدنية في هذه العملية حتى نضمن إيصال المساعدات الإنسانية لأطرافها، وأيضا لا بد أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكثر فاعلية في العملية الإنسانية حتى لا تكون حكرا لقرار الطرفين في الميدان وهما يستخدمان هذه الأزمة الإنسانية والمساعدات الإنسانية كورقة ضغط على بعضهم البعض، خاصة في المناطق التي يوجد فيها نازحين، وبالتالي لا بد أن يكون هنالك مسارات لا تخضع لسيطرة الطرفين، بل يلتزم الطرفين فيها بتسهيل كافة المسارات للوضع للاحتياجات الإنسانية لتبلغ دارفور ومناطق المتأثرة بالحرب كذلك في الوسط، وكذلك أيضا حتى تمكن كل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال من العمل في مأمن، وأن توفر لها الحماية، وأن يوفر لها أيضا كذلك التسهيلات اللازمة لتقوم بدورها تجاه معاناة السودانيين. هذه بس الإجراءات المشكلة أستاذ تتطلب مصباح، واسمح لي، إجراءات أنه تنسيقية التقدم نفسها محل جدل، البعض يراها منطقة وسط، لكن هناك أصوات كثيرة تصنفها على أنها متحيزة ولها ميل لطرف على حساب طرف آخر. لا أعلم كيف تستطيعون أن تحققوا الأهداف التي تذكرها، وهذه الصورة المأخوذة عنكم لدى بعض الأطراف على الأقل. نعم، الوضع السياسي في السودان منقسم. هنالك من يدعمون الحرب ويقفون إلى جانبها ويعلنون دعمهم الواضح وهم يتحركون حتى في الميدان. وهنالك من يتحدثون عن إيقاف الحرب وضرورة معالجة الأزمة عبر الطرق السلمية، وهؤلاء هم الذين نتبنى موقفهم، وموقفنا كذلك أيضا من الحرب معلوم وواضح. القضية
أستاذ مصباح، أنا فقدت الصوت مع حضرتك لثواني. أستاذ مصباح، لا أستطيع أن أسمع حضرتك، فقدت الصوت معك لثواني، لا أعلم إذا كنت تسمعني ولا لا. طيب، واضح أنه في مشكلة، للأسف فقدت الصوت بالأستاذ مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، وأيضا متحدث باسم تنسيقية تقدم، لكن كل الشكر لتواجده معنا. بالتأكيد أتحول الآن لأستاذ أيمن أحمد، هو يحدثني تحديدا من الخرطوم، هو أيضا ناشط حقوقي سوداني، وأعتقد أن حضرتك دكتور أيمن تتابع ما يحدث في الفاشر بكل تفاصيله. ما أبرز ما ترصده أو تستمع إليه من أهل الفاشر، وكيف تقيم الوضع، خاصة أن ليست التجربة الأولى التي يمر بها الإقليم بحوادث مشابهة؟ في البدء تحية لك أخي محمد وضيوفك الكرام. الوضع في الفاشر يزداد تفاقما بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة، والذي يمتد ليشمل معظم مدن إقليم دارفور. هذا الحصار ليس مجرد عائق أمام المساعدات الإنسانية، بل هو تهديد حقيقي لحياة الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات. منع وصول المساعدات والإمدادات الضرورية مثل الغذاء والماء والأدوية يزيد من معاناة السكان المحليين والنازحين. إضافة إلى ذلك، كما ذكر أستاذ معمر، يعاني القطاع الصحي في الفاشر من وضع كارثي، حيث تحتوي المدينة على مستشفى واحد فقط لا يكفي لتلبية احتياجات السكان والنازحين المتزايدين، وكذلك المعاناة من نقص الإمدادات الطبية والمعدات الأساسية، إلى جانب الاكتظاظ كذلك المعدلات العالية جدا من النازحين في تلك المناطق، جعلت من الصعب جدا أن يتم معالجة الوضع الصحي في الفاشر، مما يهدد بانتشار الأمراض والوفيات كما أشارت التقارير. إذا استمر هذا الوضع الكارثي والمرعب حقيقة، فمن المتوقع أن نشهد زيادة في عدد النازحين من مناطق النزاع، تحديدا من قرى الفاشرة وتحديدا مدينة الفاشرة، في حالة اقتراب هذه المهددات إلى قلب المدينة. هذا النزوح سوف يقود بعض الفئات المتضررة التي كانت في سابق فترتها متواجدة في معسكرات النازحين في قرى الفاشر، يجعلها ترحل من مكان إلى مكان، أو أن نسميها أقل سوءا نظرا إلى الوضع الأمني الهش جدا في السودان، وأقل وطأة إلى بعض المناطق داخل سواء السودان أنا وحتى أعلم إلى أننا دول قلنا الجوار. أنه سنركز على الشق الإنساني، لكن للأسف لا نستطيع أن نتجنب السياسة، لأنه اتصالا بما نتحدث فيه، وكما كنت أتحدث منذ قليل مع الأستاذ مصباح، أنت تقول إذا استمر هذا الوضع، هل تتوقع أن يستمر؟ هل تتوقع أنه يمكن على الأقل في أهون الظروف فرض نوع من التسوية الإنسانية لتحسين الأوضاع الإنسانية على الأقل، أو هدنة ما بين الطرفين إلى الآن؟ من الصعب جدا ان تكون هنالك هدنه حقيقيه ما بين الطرفين المتنازعين في هذه المساله، وتحديدا في مدينه الفاشر، نظرا لحساسيتها وموقعها الاستراتيجي في اقليم دارفور. من الصعب ان نؤكد ذلك او ننفيه حتى، ولكن اذا في حال سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع، قد نشهد كارثه انسانيه لا تحمد عقباها في تلك المنطقه. أستاذ محمد، في عودة لحضرتك مرة أخرى، لأنه كما نعلم وكما نفهم من حديث ضيوفي هنا، الفاشر لها أهمية استراتيجية كبيرة وأهمية سياسية وعسكرية، لكن هي لها أهمية إنسانية أيضا، وكانت ملجأ لآلاف النازحين إليها. الآن بعد أن أصبحت هي نفسها بؤرة توتر، ما البدائل أو ما خطط المنظمات الإنسانية كي تقوم بإنقاذ هؤلاء؟ هل لدينا بدائل دون الفاشر في هذه الحالة؟ للأسف كما ذكرت سابقا، يعني البدائل المتوفرة للواقعين في الفاشر أو للإنسان السوداني عموما أصبحت قليلة أو منعدمة. حاليا الأشخاص المتواجدين في الفاشر قد لا يجدوا مكان يلجأ إليه بعد الفاشر، خصوصا بعد امتداد الحرب لتقريبا كل دارفور، بالإضافة لاقتراب موسم الأمطار وانعدام الغذاء في تلك المناطق أو قلته بشكل كبير.
بالإضافة لذلك حتكون في صعوبة كبيرة للعاملين في المجال الإنساني إنه يتحركوا بحرية في مناطق دارفور، خصوصا مع صعوبة الوصول للكثير من الطرق. ولكن طريقة التفكير الحالية الحاصلة حاليا في المناخ السوداني إنه هو أي وضع يمكن اللحاق به، والحقيقة والكلام ده ما حقيقي، خصوصا زي ما ذكرت الظروف السابقة الحالية اللي أنا ذكرتها دي قد تجعل من الصعب جدا إنه نلحق بالوضع الإنساني في حال تدهور أو وصل لمرحلة المجاعة. وهي ما أرقام فقط اللي هي بنذكرها، يعني أنا لما نذكر إنه في 2 مليون و100 ألف شخص، فدي حيوات كثيرة جدا، دي أرقام كبيرة جدا ومهولة، ولا يجب التساهل معها والتعامل معها إنه في حال حدوث الكارثة نحن نحاول نلحق بالوضع الإنساني. ده ما مفروض يكون السيتنج أو الوضع الطبيعي، المفروض إنه يتم إيقاف الحرب أو يتم توفير مسارات إنسانية علشان نلحق بالوضع الإنساني، لأنه حاليا هو الوضع كارثي. فتطور الوضع لأكثر من ذلك ما حيقود إلا لوفاة الكثير جدا من الأرواح، وحنكون موعودين بكارثة قد يصعب إيقافها. فليس دائما يعني الخيارات متوفرة لإنقاذ الحيوات، بالإضافة لذلك حاليا السودان بيصدر في كوارث إنسانية لدول الجوار اللي هي أساسا بتعاني من مشاكل الخاصة من انعدام الأمن الغذائي وغيره، وتحديدا تشاد ودولة جنوب السودان، هي دول أصلا مضطربة وبتعاني من مشاكل الخاصة. فالكارثة هي في اتجاه إنها تبقى كارثة إقليمية وليست منحصرة على السودان فقط. والبعض فحالي للأسف كان بدأ يقول إنه هذا نسبيا بدأ يحدث الآن، لكن هل يمكن احتوائه أو السيطرة عليه؟ هذا سؤال كبير، لكن بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الأستاذ محمد جمال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان، كان معي عبر خدمة سكايب من بورت سودان على وجه التحديد. قبل أن أكمل الحديث مع ضيوفي على زوم، أريد أن أتوقف مع بعض الآراء التي وصلت أونلاين على موضوع اليوم على فيسبوك على وجه التحديد. أمير يقول إن الدعم السريع يصر على السيطرة على الفاشر لكونها عاصمة إقليم دارفور، ويقول إنه للمدينة رمزية وبعد إقليمي مهم جدا، خاصة وأنها تحتوي على مطار تريد أن تستغله، الدعم السريع يعني، لتلقي الإمدادات والتحكم في المساعدات الإنسانية ووصولها إلى سكان دارفور. على صفحة فيسبوك يبرز جواد أبو علاء الأسباب الكثيرة وراء إصرار الدعم السريع للسيطرة على الفاشر. يقول جواد: الفاشر هي المعقل الأخير للجيش في دارفور، وسيقاتل من أجله لأهمية موقعه الجغرافي كمركز اقتصادي لنقل البضائع إلى إفريقيا. على منصة إكس كذلك من ضمن من تواصل معنا نور، الذي يقول إنه الدعم السريع يبحث عن ورقة ضغط تساعده في أي مفاوضات مع الجيش، لكن نور يقلل من احتمال سيطرة الدعم السريع على المدينة، ويقول إنه الاستيلاء على الفاشر لن يكون سهل في ظل وقوف الكل في الدفاع عن المدينة حتى لا يتكرر ما حدث في الجنينة مرة أخرى. أما أمير فأيضا له مشاركة على فيسبوك كذلك، وهو يبرز والآخر أهمية الفاشر لكونها تختلف عن المدن الأخرى ربما، ويتوقع هزيمة للدعم السريع فيها لأن سكان الفاشر يختلفون عن باقي الولايات كما يقول أمير، ذاقوا الأمرين من الحروب السابقة ولديهم خبرة في القتال، الدعم السريع سيلقى مصرعه في الفاشر. أخيرا مشاركة طارق التي يقول فيها على منصة إكس إن إصرار الدعم السريع على السيطرة على الفاشر سيؤمن له خطوط إمداد واضحة وإحكام للسيطرة على كل دارفور، لكن طارق يحذر
إذا نجح الدعم السريع في السيطرة على الفاشر سنرى سيناريو يخلق واقعا جديدا شبيها بالسيناريو الليبي كما يقول طارق. هذه مجرد عينة فقط من الآراء والفرصة متاحة أمامكم، إذا أرسلتم آراء لنا سنقوم بنشرها بالتأكيد. لكن النقطة التي قالها أمير هنا فكرة أنه هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها مدينة الفاشر ظروف مشابهة تتكرر معها، الظروف الإنسانية صعبة جدا في دارفور. عن هذه النقطة أعود إلى معمر مرة أخرى، لأنها كما كان يقول أمير هنا معمر هي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الفاشر أو يواجه فيها إقليم دارفور بالمجمل ظروف مشابهة. لا أعلم هل اعتاد أهل دارفور على التعامل مع هذه الظروف إذن أم ماذا؟ بحديث السيد أمير أنه فعلا الفاشر يعني وضعها مختلف عن بقية مدن الإقليم، و في وضعها الراهن يعني وضع القتال المستمر في المدينة خاصة من أبناء المنطقة عموما العسكريين والمدنيين الذين أيضا يعني حملوا السلاح من أجل البقاء في منازلهم ومن أجل أن يكونوا آمنين قدر المستطاع ويدافعوا عن أنفسهم. هذا بالفعل ما هو يحصل الآن في الفاشر، لذلك الكثيرون يستبعدون فكرة أن تكون الفاشر ما يحدث أو ما قد يحدث في الفاشر مثل ما حدث في بل العكس، جعلنا تدافع المواطنين هنا في الفاشر يعتبروا من هذه المنطقة هي يعني ملاذهم الوحيد وهي المنطقة التي يعني لا مكان له. بس هذا يصعب كثيرا من الوضع الإنساني ويصعب الضغوط كذلك على الفاشر، وربما هذا يدفعني لسؤالي للأستاذة سعدية. إذا كنا لا نستطيع أن نوقف الحرب يا أستاذة سعدية، هل من طريقة تعتقدي أنه يمكن أن ينجح سواء المجتمع الدولي أو الجهود الداخلية لتحسين الوضع الإنساني، ولا وصلنا إلى نقطة حتى هذا من الصعب؟ منذ أبريل الماضي السودانيين يعني يعملون لوحدهم، يعني أغلب المساعدات قاعد تتم من سودانيين في الخارج، مساهمات فردية، مبادرات غرف الطوارئ، مبادرات فردية، منظمات إقليمية، تكاتف. لولا التكاتف اللي بيحصل داخل يعني بيوت الشعب السوداني، التكايا اللي قاعد تتم في كل مدن السودان اللي عن طريقه بيتم يعني جمع الاكل وطبخه ويعني مشاركته، لولا هذا التكاتف ما اعتقد انه كان الى هذا اليوم يعني السودان ما زال صامت. يعني الكارثه اللي حصلت او الحرب اللي حصلت في السودان أسوأ، كانت ممكن تكون أسوأ بكثير لو ما هذا التكاتف ولو هذه المبادرات اللي كانت تحصل. كافية أستاذ آدم، سؤالي لك، هل هذه جهود كافية لتحسين الوضع الإنساني تعتقد، خاصة أننا لا نعلم متى ستنتهي الحرب أصلا؟ أستاذ آدم، هذه الجهود غير كافية رغم أنها مجهودات مقدرة من قبل جميع السودانيين الموجودين في الداخل والخارج، لكنها تحتاج إلى جهود من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي بإمكانه أن يقوم بعملية بتاعت إسقاط جوي لتوزيع المساعدات كما حصل في غزة وفي دول كثيرة. يعني المجتمع الدولي لديه كروت كثيرة ممكن أن يستخدمها في إيصال المساعدات الإنسانية، كذلك دعم المبادرات المحلية والمنظمات المحلية حتى تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية. كذلك على الأطراف جميعا الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في توصيل المساعدات وحماية المدنيين. الآن الأولوية في مدينة الفاشر إلى هدنة إنسانية، هنالك العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، ونحن كذلك لدينا مبادرة وتواصلنا مع الأطراف الصراع جميعا، ونتمنى أن تتكلل هذه المبادرة بالنجاح. كذلك الآن الأولوية لفتح الممرات الإنسانية وإنهاء الحصار من قبل قوات الدعم السريع للمدينة، وكذلك وقف
الغارات الجوية على مدن الإقليم بشكل كامل، لكن وهناك تحركات العملية كثيرة حتى على الشق السياسي، وأعود به لك يا دكتور أيمن، حظك معي دائما أسألك عن الشق السياسي، أعذرني، لأن هناك تحركات كثيرة خاصة من الجانب الأمريكي الآن، واتصالات مع أطراف الصراع، البعض يتفائل أنه يمكن تحدث هدنة على الأقل أو تهدئة، لا أعلم إذا كانت هذه الجهود مثمرة، تعتقد أم لا؟ أعتقد أن تسليط الضوء على الملف الإنساني أو الملف المتعلق أيضا بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في السودان مرتهن بغالبه إلى المجتمع الدولي، وتحديدا عندما نذكر ملفات الهدنة السابقة وآخرها الملف البريطاني في شهر رمضان الماضي، أعاد الضوء إلى هذه المسألة، أعاد الضوء على القضية السودانية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وهكذا. ولكن الخطر لا يتوقف عند الأزمة الإنسانية فحسب، استمرار النزاع والحصار يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى ذات طابع إثني في دارفور تحديدا، في بعض المناطق التي شهدت انتهاكات مروعة في حقوق الإنسان كما ذكر تقرير هيومن رايتس واتش الأخير. ملف الهدنة يجب أن يتحلى أيضا ببعض القوة في المناشدة في طرح المرتكزات الأساسية التي من خلالها يمكن أن يقف كلا الطرفان ويسمح بمرور المساعدات الإنسانية وفك الحصار على بعض المناطق، ومن خلالها أيضا يمكنه تسييد الموقف السياسي في الفترة المقبلة، ومن خلاله يمكن أن نعالج المسألة الإنسانية ببعض من السهولة. دكتور أيمن، أنا بشكر حضرتك، بشكر كل من تواصل مع نقطة حوار على زوم ونقل لنا الصورة سواء من داخل الفاشر أو بأعين من كان متواجد داخل الفاشر، حاولنا أن نرصد الأوضاع الإنسانية هناك. البث المباشر انتهى، لقاء يتجدد يوم الجمعة، تحياتي أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.